كنا بنتحدث عن ذكريات جميلة للأسطورة صالح سليم وعظمة هذا الرجل، وكنت حضرتك في حوار ما بينك وما بين مهندس محمود طاهر، يا ريت بس حضرتك تقوله. قبل الانتخابات الأخيرة أنا قعدت مع المهندس محمود طاهر، فالحقيقة الراجل كان بيقول لي ده أنا هرس حمل تقيل. فقلت له بس انت قدها يا دود، يعني انت راجل طول عمر تاريخك في اتحاد الكوره وفي النادي الاهلي يعني قد الكلام ده. فقال لي ما انا برسو، انا بسافر عشان ولادي وليا مصالح بتاع. فقلت له ما كابتن صالح سليم بيسافر وبيقضي وقت كبير جدا في لندن حتى وهو مريض. فقال لي جمله، هم دول بقى اولاد الاهلي، قال لي ما تشبهش ولا يوجد شخص تاني في مصر زي صالح سليم. كلمة كبيرة جدا لما تسمعها الحقيقة فعلا بقى الواحد جسمه أشعر. أيوة. ما تشبهش حد في مصر بصالح سليم كرئيس نادي خالص. ويعني ده فكرني بعد